يا ذكرت سابقا قبل كم يوم موضوع خذا قاعدة، إذا الحصان ما وصلك لمرحلة إنك صعب تتنفس من صعوبة الوضع اللي أنت فيه، أو إنك تبلع ريك من صعوبة الوضع اللي أنت فيه، إذا ما أعطيت نفسك وضع صعب وقستها على الركوب، لو كنت تركب صح الحصان نفسه إذا ما وصل مرحلة إنه يبلع ريقه أو يلا يتنفس من كثر ما أنت متحكم فيه ما بعد وصل للوزن المطلوب اللي ما شفه مقطع ارجع له. قس على موضوع قدرتك عن طريق المواكبه اللي جعل الحصان يفعل العكس اللي كان ناوي يسويه. الحصان اغلب الخيل اللي تقوس وتستغل التقويس عليك، ناوي يقمص بالتقويس، ناوي يشنع بالتقويس، ناوي ينطلق بالتقويس. فانت تعلم الحصان مواكبتك له بدون اجبار، مواكبتك لتقويسه تخليه يضطر يسوي الكرت المعاكس اللي هو رفع الراس. واثناء رفع الراس تحكم فيه. هم تحكمت فيه انه رفع راسه، بس مواكبتك له بدقه خلت يجرب شيء معاكس للتقويس، ولما سواه طاح بالفخ تحكمت فيه. كذلك العكس، صار يستغل رفع الراس للتشنيع والقمص والانطلاق وغيره، مواكبتك لرفع الراس بالشكل الصحيح تخليه يضطر يقوس تحكم فيه. فزي ما يعتقد البعض ان الحصان اذا قوس تحكمت فيه، اغلب الخيل اللي تحوسك بالتقويس وهي مقوسه بصداره او غير صداره، التحكم فيها يتم عن طريق رفع الراس، مو بتجبره اجبار على رفع الراس. لكن وزنك للحصان اللي مستغل التقويس مفروض يخليه يرفع راسه على الاقل مؤقتا بعض الحالات، زي ما وزنك للحصان يرفع راسه او يسحب عن طريق المواكبه يخليه عاده يقوس على الاقل بعض الحالات. فزي ما تعتقد ان التقويس هو اللي يخليك تتحكم بالحصان، ترى رفع الحصان لراسه يخليك تتحكم فيه اكثر من نواحي معينه. على سبيل المثال الحصان يقمص، اذا ما قدرت مواكبتك له تخليه يوقف التقويس ويبدا يرفع راسه في اللحظه اللي ناوي يقوس ويقمص، مواكبتك له تخليه يرفع راسه يندفع. في اللحظة اللي بيشنع عن طريق التقويس، مواكبتك له تخليه يرفع راسه بدل ما يشنع في حجم محله. بدون ما تتعمد، بتلاحظ مواكبتك له خلت حرفيا ما يقوس، ولأن ما قوس ما حاسك، عكس اللي يتصور البعض. أغلب الخيل المدربة خطأ مو بعضها، أغلبها اللي تسوي أطباع سيئة زي التشنيع والقمص وغيره لو تركز فيه مقوس أصلا. مو مقوس يعني قصدي إنه سوى خطأ هو مقوس، سوى خطأ لأنه مقوس أصلا، مستغل التقويس عليك. هو ما عندك تبغى يرفع راسه، بس مواكبتك له تخليه يضطر يسوي الكرت الآخر وبتحكم فيه بالكرت الآخر، زي الحار لو واكبته بهذا لأنه مضطر يسوي كرت جديد، والهادي لو واكبته بيحتر لأنه مضطر يسوي كرت جديد، لكن لو سوى الكرت الجديد وما تحكمت فيه بيحوسك فيه. فأنت واكبه بكرت يفشل فيه، يجرب الكرت المعاكس يفشل فيه، تحطه بجيبك بأمر الله.